وشو كان دورك بالفيلم؟ لما لازم اقول للولد يجي معي يلعب معي، وهو دايما رايح على محلات، ولازم اقول له يجي مره واحده يلعب معي. سامي جيت تلعب معي؟ جميل، هو قاعد بدي اياك تعملي لي معروف. اليوم الساعة 6 المغرب تعتري مكتوب لأمي. ليه انت بتعطيهاش؟ لو اني هون بعطيها، بس انا مش رح اكون هون. لوين رايح؟ رح اساعد واحد صاحبي، رح ارجع الليلة او بكره الصبح بضربها الارض. بضربك الارض؟ زميلي هذا المثل ده اللي يقوله سيدي. طيب عندي شرط. شو شرطي؟ شرطي لما ترجع تلعب معي نضربها هالقد بلعب معك. طيب يلا باي باي. حبيت دوري وحبيت ايش ما قلت وحبيت ايش ما حبيت اللي عملتيه غاد؟ ناوية تكملي بالتمثيل؟ بدي اكمل. فالقصة بتحكي قصة العذاب، بس هي رمز ورمز الحمار اللي هو بقرر يرجع، والحمار هو بتعرف بالميتافور تبع بالاسطورة الصبور وعنيد بنفس الوقت، ما بنساش بده يوصل على بيته. فبستعمله كأسلوب انه بفرج العالم كله، العالم بأجمع، مش بس العالم العربي او العالم او الشعب الاسرائيلي او الامريكاني الكندي الاوروبي، انه فيهم عندك موضوع اللي مش لازم ينساه بالمره. حكي العوده اللي هو موضوع اللي عماله بنضب على جنب، او بن كيف بيقولوا بخبوه تحت السجاده، بتكنس تحت السجاده، ومهم خصوصا للجيل هذا. ما هو مين بده يرجع؟ مش انا وانت. اللي بده يرجع الجيل اللي وراه، اللي اولاده دولا، رجوع فيزي او رجوع فلسفي او رجوع سياسي مش مهم، بس هن اذا هن مش رايحين يرجعوا لهويتهم، وهذا اهم شيء، مش رايحين يرجعوا لبيوتهم. فرجوع للهويه اللي هو نوع من ثقافه الفيلم، ولا كل نوع الثقافه اللي بتعامل مع الهويه، برجع الاولاد هذولا واولاد زينا للهويه، بعدين بجوز على بيتنا. تحكي معي؟ لا، بحكي مع الخمار. حتى الفلسطينيين لما يجي يعملوا لهم افلام للاطفال عم بيكون الفيلم ملان رموز وملان سياسي وملان. مزبوط، في منه اللي بتحكيه، وانا بقول لك انا كمخرج مسرح اليوم في مخيم جنين بفضل اعمل اعمال اللي مش مربوطه بالاحتلال او بالجدار او بالحواجز، لانه علاج الاحتلال عند الاولاد انا بفكر مش طريقه كيف ما انت قلت نزيد عليه بالمواضيع، لا بالعكس نعطيه مجال للتعامل مع العالم في من انواع صور او الوان او رؤيه ثانيه. بس برضه مهم كمان ما ينساش هويته، وخصوصا الطريقه اللي فيها انعمل الفيلم اللي هي سخريه وبتضحك وفيها كمان نقد على قصة العودة، فيها رموز منيحة كمان للأولاد وكمان للكبار.